وأدي دورك أمام الله. فالمسألة الآن جد خطير علينا نحن كفقهاء وكعلماء تخصصنا وأراد الله بها خير أن خيرا ففقهنا في دينه. ألا نفقه الناس؟ لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صحيح. طب يا دكتور عشان احنا خلاص يعني قدامنا اقل من دي ولازم نختم، ايه اللي احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه عشان نتوحد حوالين فكر معين يهدينا الى الصواب؟ اول شيء بقول للسيد الرئيس المشير السيسي، انت نحن نعرفك تماما وانت صاحب دين، وعندما قلت انه ابن الامام الحسين يعني اخذ هذه الكلمه وقعدوا يتيروا بها هنا وهناك، لا، انت حفظت القران في مسجد الامام وتعلم ان المسؤوليه جد خطيره عليك، فانت اذا اوكلت المسؤوليه الى الازهر والاوقاف والافتاء فراعهم ورعهم. لو لدينا امكانيات لغزونا العالم، الازهر يغزو العالم يا سيدي الفضل. انا عندي 120 دوله بتتعلم عندي في جامعه الازهر وفي الازهر، 120 دوله، انا هيئه امم متحده كامله، انا اغزو العالم، الا استطيع ان اغزو مصر بلدي وطني؟ بالتاكيد يعني الكل بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وبالتاكيد الكل بيامل ان الازهر يعود لمكانته اللي بيستحقها. لن يترك مكانته الازهر، انا حته الازهر يعود لمكانته يا سيده الفاضله، نحن هو لولا الازهر بمكاناته، حته كلمه يعود يعود، لا الازهر لم يترك مكانته. هو يمكن بس الخارج. الناس كان عندها لوم كتير جدا على الناس. انت عارف مين عمل اللوم ده؟ ما هي دي بقى ايه؟ مصيبه الظهر، نقعد نصدق نفسنا ونقول الازهر 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 بيخرج كل سنه ما فيش اقل من 100 الف طالب، 300 الف طالب. بس هو كان في الحقيقه لوم كتير جدا عليه من ايه، من الناس عايزه. انت عارفه بصي الناس ايه انت عارفه اخواننا البعد ده على مدار 80 سنه الازهر ما قامش بدور، الازهر ما قامش بدور، الازهر ما قامش بدور، الناس صدقت. مين قال ان ما قامش بدور؟ يمكن جزئيه الفتاوى وفوضى الفتاوى والتوعيه وده بقى ايه؟ عارفه ده ايه بقى؟ مقابل ان انا اطلع الحكايه ديت واقول الازهر عشان الازهر يرجع لورا. نقول هذا الكلام، الازهر لم يترك مكانته يوما من الايام. بالتاكيد الموضوع طويل جدا ومحتاج لنقاش ونقاش، والازهر طبعا طول عمره في دوره وموجود، بس احنا يعني للاسف احنا لازم نختم عشان في ميعاد. انت عارف بص كلمة أخيرة جدا يعني في دقيقة سريعا، اتفضل. الناس فاهمة إن إخواننا البعد اللي بيعملوه في الشارع ده، لا ده ليه مغزى بعيد جدا. الشعب هم فقدوا ثقة الشعب، هم فقدوا خدوا التعاطف وقت إيه؟ لما الدولة هاجمتهم، فهم دلوقتي بيهاجموا الدولة عشان ترجع لهم ثقة الشعب تاني. أنا بقول لهم لن تعود ثقة الشعب إليكم، هم فقدوا كتير جدا، وسيبقى الحياة. الشعب المصري على وعي كامل بما فعلتموه ومما تفعلوه، لقد استبحتم الإسلام وأضرتم به، وأنا أقول والله إن الله لن يترك دينه. صحيح. أكيد. لو لعبتم على غير الدين ربما كنتم، ولكن عندما لعبتم بالدين انتقم منكم الله ورب العالمين. الدكتور علوي أمين من علماء الأزهر الشريف بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرفتنا بالحضور. وكما يعني بدأنا الحلقة بالتهنئة للرئيس الجديد، نختم الحلقة كمان بالرئيس الجديد ونقول له عليك عبء كبير جدا في المرحلة اللي جاية، ربنا يعينك بس الناس تبقى معاك إن شاء الله. شكرا ليكم، نتمنى زي ما نقول أنا والعميس نكون ضيوف خفيف عليكم إن شاء الله مدرس ساعتين. نقابلكم إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي. السلام عليكم.